ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير برج السور هنتكلم على 2022 ماذا تخبئ لك هذه السنه في بعض كده شويه الامور اللي هتبقى جديده بتطرق عليك جدا خلال السنه دي يعني كتير جدا من الشخص الاعزب ان هو هيكون في زواج في جديد بالفعل بيطرق عليه في حاجه جديده في شيء مهم جدا طبعا الطبيعي قوي ان كل سنه بيبقى فيها جديد طبيعي جدا لكن انت النص الاول افضل كتير ليك اللي هو لحد 10 مايو لحد قبل ما يكون كوكب المشتري يروح برج الحمل وبعد وبعد 28 يوليو الامور بالنسبه لك بتبدا انها تتحسن افضل في افضل الجزئية بالنسبه لك يا برج السور خلينا انا احنا اتكلمنا على تاثيرات حركات الكواكب واتكلمنا على شكل السنه والشهور الافضل والشهور اللي مش افضل ليك على توقعاتك الخاصه لكن دلوقتي هنتكلم على شكل نقاط وعلى بعض الامور الساره والاشياء الايجابيه والاشياء السلبيه المتواجده خلال السنه يعني هنقول للاشياء السلبيه انك تخلي بالك منها والاشياء المفرحه أوضح لك هتبقى ايه. بالنسبه لك اول حاجه ان انت عندك في مشروع مهم جدا بتهدف ان يبقى في مشروع خاص ليك او بتهدف ان انت توصل لسلطه او تصل لمكانه او تصل انك تكون اميز او متميز في الجو المهني الخاص بيك بمعنى ان انت بتحاول كتير يا برج الثور ان انت تصل لنجاح انك تكون نمبر 1 ان انت تكون متميز ان انت تحقق سلطه كتير قويه انك تترقى انك تمسك منصب كتير جيد او بالفعل انك تعمل مشروع خاص لنفسك فدي من اكتر الحاجات اللي برج السور بيفكر فيها جدا جدا برج السور كمان ده بيحقق لك كتير مكاسب ماليه لانك برضو من اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها هي الامور الماليه بتقدر اذا تصل الى نجاح مهني بالفعل وده في الفتره الاوليه لحد من لحد 10 مايو ومن بعد ومن بعد نهايه شهر يوليو الفترات دي بتكون قد ايه متميزه ليك جدا جدا يا برج السور برج السور كمان بالنسبه لك الامور الماليه فيها مكاسب حلوه خاصه كمان ليه لو عندك مشاكل او عندك في خلافات قضائيه عندك اولا انتصارات قضائيه وده بيكون برده في خلال اول اربع شهور بالنسبه لك في انتصارات انتصارات ماليه انتصارات قضائيه جدا جدا بالنسبه لك كمان في حاجه ليها علاقه بيه كرسات بتفكر كتير في ان انت تنمي نفسك او تنمي موهبه او ان انت تعمل. ممكن تكون بتاخد كورس ليه علاقة كورس لغات كورس ليه علاقة مثلا فكرة ان حاجة تقويني في الامر المهني او تزودني درجة زي الدراسات العليا سواء ماجستير او دكتوراه او تحقيق دبلومة لان الحاجات دي بتزود درجات يعني انا لما كنت بعمل عملت الدبلومة وبعدين تبني دي ماجستير الحاجات السلسلة دي يعني في ناس تعمل الدبلومه تقوى بيها درجه تعمل الماجستير تقوى بيها درجه في الامور المهنيه انا كنت بعملها عشان عايزه اكمل دراسه يعني مش اكمل لو عايزه اعمل بقى وابقى دكتوره بقى وكده يعني فهو ده اللي كان لكن ما كنتش وقتها شغاله حاجه عشان اكمل فيها واخد درجه المهم عشان بس في ناس عارفه كتير ان انا بكمل الدراسات بتاعتي فيعني الحمد لله بعمل الرساله دلوقتي المهم برج السور فانت عندك كده يعني عندك في تكميل دراسه عندك كورس عندك ان انت بتاخد حاجه تقويك في الناحيه المهنيه او تزودك درجه مهنيه بتتجه كتير لده وبالفعل انت عندك نجاح دراسي للناس اللي بتدرس وعندك نجاح قوي من الناحية الدراسية وعندك كمان نجاح ليه علاقة بالامور بي الخاصة بيه ان انا اكمل دراسات طيب بالنسبه كمان يا برج السور في نقطه كتير مهمه جدا جدا ودي تعتبر برضو من الاشياء الايجابيه بالنسبه لك احنا قلنا ان انت عندك في الامور العاطفيه في تميز لكن انت عندك في خطوبه في جواز في شيء جديد في العلاقه العاطفيه يعني كتير من الناس اللي هم مش مرتبطين لا مرتبطين بس ارتباط رسمي علاقات صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه عندك اكتمال لعلاقه يعني خطوبه لجواز او جواز لمواليد في مولود عند اصحاب برج السور خلال السنه دي في جواز موجود في تصيد في العلاقات في انك بتعرف قيمه الشريك جدا 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 في ان انت عايز تزود علاقتك بالشريك اكتر في من الناس المنفصلين حد ندمان عليك قوي وحد عايز يرجع لك قوي وحد منجذب ليك قوي فعندك ده قوي برج يعني حقك جاي حق اي شخص اتظلم في علاقه عاطفيه اعرف ان 22 هتسويهم كده يعني ده لو لو انت اتظلمت يعني انا انا مش مش باجي على حد ضد حد لو انت اتظلمت اكيد هاجي مع الشخص المظلوم انا برج الميزان عادل يعني المهم برج الثور بالنسبه لك كمان نتكلم على نقطه شويه سلبيه وهي ان انت عندك في شويه ندم على شخص انت اللي سبته وعشان كده انا قبل النقطه مهدت الحاجه فانت عندك ندم على شخص انت سبته هيكون او هتكون سنه فيها ان ال... ال... انت بتقول طب لو انا رجع بيا الزمن ما كنتش خدت القرار ده فاذا انت عندك ندم على بعض القرارات عندك ندم على اختيارات ولكن الميزه انك هتصلح في كل ده يعني هتصلح من القرارات دي هتصلح من الاختيارات دي هتصلح من الخطوات السلبيه اللي انت اتخذتها هتصلح الامور اللي انت بتندم عليها يعني بتراجع نفسك ده امر سلبي بس الايجابي فيها ان انت بتصلح كل ده وده انا شايفاه برضه ان هو نطاق كتير متميز برضو بالنسبه لك على فكره كتير من اصحاب برج السور عندهم سفر او انتقال انتقال سفر سواء بالامر المهني يعني ممكن شغلك هو اللي يبعتك شغل يبعتك حاجه خارجيه او ان انت بتشتغل مع شخصيات اجنبيه عنك او مختلفين في الثقافه كتير يعني ممكن تكون انت بتشتغل مثلا محافظه مع محافظه اخرى بيختلف الثقافات على فكره مش مش دول بس لا محافظات طيب فعندك النقطه دي جدا بالنسبه لك كمان من اكتر الحاجات اللي انا شايفاها انها مش افضل حاجه ان هتكتشف طمعة انت سنه هتلاقي اشخاص اللي هو ايه يا طاقي ما تتقي ايه الطمع عندك كده عندك اشخاص طمعانين فيك جدا لازم تكون حذر ولازم عينك في وسط في وسط راسك جدا ولازم تكون واخد بالك قوي قوي يا برج السور على ان انت آه الناس اللي بتتعامل معاك ما يبقى ورقك معاك فلوسك معاك دنيتك معاك تكون مامن نفسك انت لازم تكون مامن نفسك واسمعوا الكلمه دي كويس قوي خلي بالكم كتير انت ممكن يكون اقرب الناس ليك خلي بالكم فعلا يا برج السور انت عندك طمع هتكتشفه ان هو موجود من اقرب الناس ليك اوعى تنخدع اوعى طاقة حب تخدعك اوعى تقول مثلا حبيب او اهل على فكرة يعني انت عندك علاقة كتير جيدة بس الفكرة كلها يا برج السور ان انت عندك علاقة جيدة بس انت ممكن تكون تتسرع وتروح لعلاقة غير جيدة نتيجة ان انت حابب الشخص ده او انجذبت ليه الناحية المظهرية فقط فحاولوا كتير ان انتوا برضو تخلي بالكم من النقطة دي جدا انت عندك علاقة كتير جيدة اه بس اخ اختيارك هو اللى بيقع عشان كده بقولك انت عندك بعض الامور او القرارات اللى بتندم عليها فاذا خلي بالكم طبعا من الـ 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 لو انت في حيره ما بين علاقتين خلي بالك كتير لان ممكن يكون ان انت تنجذب للشخص اللي طمع فيك او لو مالك ومستنداتك وحياتك مع حد هنا ده امر خطر كتير حتى لو مع شخص انت واثق فيه احيانا بنكون احيانا بنثق في شخصيات ما يستحقوش ثقه مش بيحصل كتير ده فلازم نخلي بالنا جدا جدا اذا عندك اشخاص طمعانين فيك جدا ممكن يكونوا اهل ممكن يكونوا احباء ممكن يكونوا اصدقاء ايا كان شخص انت شايف ان انت يستحق الثقه ما فيش حد يستحق الثقه الا نفسك او ربك ثم نفسك طبعا فاذا لازم تكون انت اللي بتدير مشاريعك تدير اوراقك تدير مالك لكن حد يديره ليك خلي بالك كتير دي من النقاط السلبيه لانك هتكتشف الطمع ده ان ما وقعتش فيه بس هو ان انت هتكتشفه اكتر يعني هتكتشفه وتلحق نفسك اكتر دي موجوده جدا بشكركم جدا وبتمنى اني اكون فدتكم خلينا نكتفي لحد هنا طبعا توقعات شارب بنتكلم عنها بشكل تفصيلي بشكركم مره تانية ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس سلام